السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي كل مشاهد قناة زيتون مرجان في المكان داخل الوطن أو خارج الوطن. أحبابنا أهلا وسهلا بكم جميعا، احنا في السوق الأسبوعي بخميس سيدي محمد بن رحال. سيدي محمد بن رحال في قليم الصاد، واللي ما عرفوش كاين في المملكة المغربية الخيرة تنوري والجالية المغربية والناس وللمدن الكبرى بالمملكة المغربية. كل مشاهد قناة زيتون مرجان في المكان داخل الوطن أو خارج الوطن، عيالات رجال بنات أولاد أهلا وسهلا بكم جميعا. اليوم 27 شهر 10 2022، الخيرة تنوري والجميع المشاهدين الأحباب تونا في القرى في البادية في المدن الصغرى والكبرى بالمملكة المغربية. كل مشاهد قناة زيتون مرجان في المكان أهلا بكم جميعا، ما تنسوش تشاركوا معنا في قناة زيتون مرجان في التوك توك والفيسبوك واليوتيوب، مكتوب عليها زيتون مرجان. شحال هاد الرخي؟ اليوم كاين الثمن والله تشري هيا اليوم حيت الكبده خليتي غير الرجال 94000 كرة السلعة قليلة ما كاينة. أنا خلانا نتشعط وينات. إيه مشارقت فيها الكبدة اليوم. وشي 60 درهم. وهاد التقلية بشحال؟ التقلية كنخلطوها هي والراس 40 درهم. واللي بغاها وحدة؟ التقلية هي اللي ما كاينش بوحدها. ولحم الراس كاين وحدة؟ لحم الراس تحطو مع التقلية. شحال؟ 40 درهم. واللي بغاه وحده؟ والله ما قاسمين شيء. ها؟ اليوم اليوم جديد هذيك. لا ما جديدش، حتى غدور غتسول اثمن اللي كيبيع اقل من الثمره كان. واخا مرحبا، هذا مراد درافات وراجل معقول كما تشوفوا. مليون و10 دار 140. ايه. انا عندك موجود اخويا. اييه ياك ناشط الاحوال، هذا توقع راجل قديم هنايا كما تشوفوا، راجل مخير. شحال هاد الخير؟ أيه. 70 درهم. هو دابا شحال؟ هذا انتم اللي عابرين ب 73 مع مصطفى وهذا. مع الداودي مصطفى ومزيان ليكم. وقال لك سيدي راه 15 واش تقام على الدراري؟ قال لك تقام ب 15 على الدراري. هذا ب 13 شراو غير اللحم 13 و70. ها؟ 30 ريال بحال 14 فيها. ها؟ هذا هو خادم 14 والله تيخرجوا ب 14 هو راتب جديد راتب جديد بالناس اللوكرين واني جديد في 120 والله سبحان الله البركه ديالنا معوده هات هات الله ينعم كدير سي ابراهيم بخير ناشط الله يحفظك الله يبارك فيك. هذا ابراهيم الزيراوي حتى هو خادم الغلمي والبكري. هذا الرجل كما تشوفوا الخيرات تنوريوها لجميع المشاهدين قناه زيت المرجان المنور اياك. مرحبا، شحال باع لك اللحم؟ شحال؟ 70 درهم. 70 درهم لحم جديد وراه كاع لحم جديد كاين تاع يابس من الاربعاء كاع لا تشاط. مرحبا يلا تبارك الله سي ابراهيم الله يحفظك ليا الله ينورك اودي سي ابراهيم. ابراهيم درافات وراجل وبشحال بعتي هاد الغلميه؟ 70 درهم. تبارك الله غلميه مليحه تبارك الله ما عندي ما نقول لا ما عندي ما نقول تبارك الله. واللي بغا كوتلي شحال؟ 90 درهم. وتما تويش اللحم بحال بحال؟ تتوصل ما عندي ما نقول الله يحفظك الله يبارك فيك. وشحال بعتي اللحم البقري؟ 70 درهم اخويا. تا هو 70 درهم وين كوتلي تغليتي 90 درهم؟ واخا ان شاء الله خير الله يسهل لك الشريف الله يعاونك المعلم ابراهيم درا وينك انت تاه وقال لك يلا حتى اليوم سيدي نديوك معنا. مرحبا ياك بخير ناشط ناشط ماذا؟
الاحوال كلشي بخير. نحييو اي مشاهد قناه زيت المرجان اللي تتصور عندنا او تشاهد قناه زيت المرجان، اهلا بكم جميعا. مرحبا. شحال هذا اللحم الراس اليوم؟ لحم الراس 900 اليوم. وعلاش اليوم 900؟ 900 بلا كلش اليوم، كلش 800. ياك، واللي بغاه وحده لحم الراس؟ 60 درهم 55 60 درهم. اليوم واش اليوم؟ اهلا، كي داير بخير؟ انت كاين هنا؟ مرحبا. اليوم كيفاش عندكم؟ اها. ربي السلامة. والرق مازال كاين الرق؟ ما كايناش ذبيحة، ذبيحة قليلة شوية. وهاد القرية بشحال؟ القرية 500 مخلطة. واللي بغا وحدة شحال؟ 60 درهم. وهاد الشي 60 درهم. والكبدة والقلب شحال؟ 2400. هاد الخيرات كما تشوفوا معنا في الخميس، خميس محمد الرحال، سيدهم محمد بن الرحال، طريق مراكش من سطات مراكش. عمر الزراوي تا هو يبيعو شريف في الثور الجزائري وتيكزر، راجل مخير كما تشوفوا معنا. تنوريو لجميع المشاهدين قناة الزيت والمرجان الأحباب تونا في المكان. أنا سيدي تبارك الله، تبارك الله على سي عمر. امين يا رب. كما تشوفوا راجل معلم تذبح المليح هنايا. وشحال سيدي عمر؟ 70 درهم. 70 درهم. كي داير سيدي؟ بخير الله يحفظك، الله يبارك فيك، الله ينورك يا صديقنا. هذا سي عمر ظرفاته اللحمه حمراء وزينه كما تشوفوا معنا. فلوس نبدا مصر. اياك. وسي عمر، وانت كاع الفلوس ديتي من هذا الراجل؟ وبالمليح بصحتك تسهل. المليح كاين سي عمر. واللحمه. انا نقول اش كاين المليح؟ اش كاين المليح؟ ديما ياك ديما. وراه قلت يبيع شريف الثور الجزائري. هذا سي عمر المليح تبارك الله، واللحمه حمراء وزينه تبارك الله تبارك الله. نشلنا عنده المليح وهاد الخيرات تبارك الله. هاد السي عمر هنايا في خميس برا. هاد تاكو كزار في خميس؟ اش في خميس؟ ها؟ سيدي محمد بن الرحال قليل مصطات. بشحال تبيعوا هادشي؟ انت انتوما دايرين 70 درهم. وانت زيراوي ولا سيدي؟ هادشي اللي تنشوف هاد الرجل هنايا في خميس محمد بن رحال، سيد محمد بن رحال، تنوريوه لجميع المشاهدين. قال لنا 70 درهم وين عندو ضروبه مليحه واللحمه حمراء وزينه كي تنشوفوا معنا في خميس بن رحال، سيد بن رحال. شحال؟ باش عبرتي عندو؟ وين اسمح لي ده؟ اسمح لي جالس بالصف. راه الدوار اخذتوها. اخذ الدوار اخذتوها. ايوا تمولوا في تقام عليك ب 14 بدوارته وتبيعه وبقى ب 14. لا دوار. تمولوا ديما ب 14 بلا دوار. بلا دوار. ايوا الدوار اش غادي تحسب لي 30؟ حسبنا لي انا ب 40 ب 40 ب 40 واخا سي مصطفى واخا سي بوشاي ما تسوقش معاك يا سيدي. ان شاء الله. شحال بعتوا اليوم سي مصطفى؟ 14. كي باقي السوق السلعه؟ لا اسمح لي السيمانه كاينه السلعه في السوق. وفايدين السواق، السواق راه فايدين في السلعه. لا في الثمن كاين. لا السلعه كاينه. بثمنها هاد الشيء اللي تيقول لنا الحاج مصطفى هنايا عنده الحوانت في مدينه سطات، عنده الحوانت في جي الطاكسيات توب احمد وفي الطريق ولاد سعيد تاني عنده الحوانت تسوق ساريت وراجل مخير وراجل زين. حضيوها معود فقيه ياك. تبارك الله السي الحاج. شحال تقريبا باش تقابل تقريبا؟ اليوم؟ اه اليوم تقابلني ب 15 بحال 20 بحال 13 60 بحال 14 60 قاعد ياه 15 عجنا تقابل 15 بحال 20. وهذاك اللي شرى اللحم ب 13.70 13.60 13.70 اليوم؟ ايه هذاك مصطفى راه من ولاد سبن داوود.
طويل راه معاكم انا. هذا سمح الله سمح الله الفقير كنا عايرنا باش تحضيو معاه، راه راجل درواش هنا في خميس سيتكم محمد بن رحال تيقولوا هاد الخيرات تبارك الله تنوريو لجميع المشاهدين قناه زيتون مرجان في مكانهم. اهلا بكم جميعا، مرحبا. هادو تما قول لي تما مشروكين لعين الله. مشروكين هاد الناس الى عين الله بجوج ناس دراوش نصيص. هذا نصيص تاع دروبه بحال الفرماج دروبه. شحال تبيع؟ 14 15. هالكلام انت زعما معلم وانت ترقد المال البهيمة. صافي عاقوا بكم ولا خاصين ياك واش انا كاين 70 80 يا ربي السلام يا ربي السلام 60 ياك هادشي كي التمار في هادشي ياك اخويا. الله يحسن العون الجميع هادشي اللي نقولوا. شحال بعتي الخيرات؟ 800 درهم يا خو زيزو 800. هذا الرجل خاص بالكعاوي في كيسر وهنايا 800 الكيلو. وهذا السناب هذا تما 800 تما تما 8 واحد تما 8 واحد هنايا في خميس محمد بن رحال. محمد بن رحال سيدي محمد بن رحال سيدهم سيد رجال سيد رجال. هادو حبابنا تما في جمعة في خميس بن رحال كما تشوفوا. هادو ولدك اسمو تاو سفيان. تبارك الله على السيد سفيان. بشحال بعتوا هاد الغنم اليوم؟ 70 درهم. والبقري؟ بحال بحال تيقول لنا كي الغنمي كي البقري. ونبغى كوتلي شحال؟ كوتلي 80 درهم. ما ديرش اللحم بحال بحال كوتلي؟ لا الله يسهل لك. كي داير هذا الراجل؟ لاباس اودي تزيدوني بخير ولاباس. وشحال الخيرات؟ خيرات 70 درهم. 70 درهم. وكي داير السوق اليوم؟ السوق اخويا راه قد ب 1440. شنو بالغلط؟ 1440. ربي السلامة. كل شيء بخير قال السلامة حكم الله. هذا هذا اللي كان. ايه لصق السلامة راه لاباس عندو. تبارك الله. العجل النقي ودي عجل النقي. وي حاجة مليحة أنا. لا عارف 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 عارف. ما عندي ما نقول. الله يسهل عليك. الله ما من هذا معلم كما تشوفوا في خميس بن رحال صديق تاعنا وديما تصور معنا وتشاهد قناة. نحييو الحباب تاعنا في مكانو داخل الوطن او خارجه من طنجة الكويرة. اهلا بكم. بشحال بعتي الخيرات اليوم؟ 1440 1450 1440 1450 وهو يبيعوا فيه ب 1400.